نرجع لحضراتكم تاني لسبب النجم مصر وحاوي كرة القدم المصرية طبعا والزمالك كابتن كبير كابتن احمد عبد اللطيف. نورنا بكباتن حبيبي يا محمد، عامل ايه؟ كويس؟ تمام تمام الحمد لله. الحمد لله. هدخل حضرتك كابتن على طول في الموضوع طبعا، وكأس العرب والنهارده اخر يوم. لو حبيت اخد رأي كابتن احمد عبد اللطيف في البطولة بقى بشكل عام، كأس العرب والتنظيم واللي شفناه والمستويات الفنية، حضرتك رؤيتك ايه؟ طب اول حاجة طبعا لازم ابارك للمنتخب الجزائري والشعب الجزائري الجميل، أبارك لبلد المليون شهيد محاربي الصحراء. فعلا فرقة الجزائر ممتعة مبهرة، عندهم روح وإصرار وكفاح وفنيات عالية ولعيبة مميزة. النهاردة استمتعت من أول البطولة، بستمتع بأداء المنتخب الجزائري. إيه كمية الإصرار والروح اللي عندهم دي يا أبو العيلة؟ حاجة رهيبة، حاجة جميلة أوي. إصرارهم دايما على المكسب والروح، التزامهم التكتيكي، اللعيبة المميزة اللي عندهم زي بغداد بن نجاح المهاجم اللي أنا بعتبره، وعنتر بن شداد. إيه القوة والمهارة بتاعت البلايلي وبتاعت ياسين الإبراهيمي، اللعيبة كلها، بن عيادة الباك اليمين، بلوحي، المزياني اللي هو رقم 7، لعيب كويس قوي. عندهم لعيبه مميزه، فلازم ابارك لهم. فعلا الجزائر يعني هم بطل افريقيا 2019 والنهارده بطل العرب، فلازم الجزائر يبقى بطل، لان فرقه بقى لها 39 ماتش ما خسرتش. فما ينفعش يبقى بطل غير الجزائر، ما ينفعش يبقى نجوم غير نجوم الجزائر، ان هم يحافظوا على ان هم ما يخسروش 39 مباراه. اعتقد منتخب يليق بالشعب الجزائري، واستمتعنا بالاداء النهارده. ولازم اشيد بالمنتخب التونسي، منتخب التونسي والشعب التونسي، تونس الخضراء الجميله. منتخب تونسي ادى اداء عالي وعالي جدا النهارده، لعيبه مميزه جدا، جمهور متحدر، بطوله حلوه يعني، بطوله جميله. لازم طبعا نحيي دوله قطر على حسن التنظيم، وايه الملاعب الجميله دي، وايه الحكام كمان حاجه جميله، ولعيبه وتنظيم، حاجه مفرحه. انا بحس ده كنت اكني بتفرج على كاس عالم، بس كاس عالم العرب. فطبعا لازم نبارك للشعب الجزائري والمنتخب الجزائري، وبرضه بقول مبروك للشعب التونسي والمنتخب التونسي على الاداء اللي احنا شفناه النهارده. سعيد جدا، ومبارك برضه لمنتخب قطر على المركز الثالث. لكن البطوله تنظيميا على اعلى مستوى، شفنا لعيبه مميزه كتير قوي، خاصة في الجزائر، في تونس، في المغرب رغم خروجها، في قطر شفنا لعيبة كويسة، منتخب مصر برضك أفرز بعض النجوم. فبطولة جيدة جدا، وأتمنى تتكرر وتكون بحسن التنظيم ده تاني إن شاء الله. إن شاء الله. طب لو دخلت مع حضرتك على ماتش النهاردة، مباراة مصر وقطر، شفتها إزاي الأول من الناحية الفنية؟ مباراة طالت للإكسترا تايم، ضربات الترجيح، هل كان في نوع من أنواع الإحباط باين مثلا على اللاعبين بعد ماتش تونس؟ هل ده حضرتك شفت الماتش ازاي؟ هو بص، يعني البطوله دي كانت بالنسبه لمستر كروش وجهازه ان هو بيستكشف بعض اللعيبه، بيستكشف بعض مراكز، ما كانش الهدف الاساسي منها طبعا ان هو يفوز بالبطوله، لانه كنت صعب تفوز بالبطوله خلينا منطقيين في ظل وجود منتخب قوي زي الجزائر، منتخب قوي زي تونس. لكن احنا استفدنا في ايجابيات كويسه طلعنا بيها من البطوله دي، بعض اللعيبه اللي هي شفناها وادت اداء كويس على سبيل الذكر، مثلا عمر كمال عبد الواحد ورقه كويسه، لعب باك يمين ادى كويس، عندك احمد رفعت ادى كويس، مهند لاشين خد ماتشات، في لعيبه خدت، ففي لعيبه ممكن الاعتماد عليها بعد كده. طبعا زيزو لعيب كويس واساسي طبعا، وابتدى ياخد ماتشات، ويظهر مصطفى فتحي، محمد شريف. فهي ممكن هتلاقي ايجابيات وفي سلبيات، احنا لازم نتعلم من سلبياتنا، لان خلي بالك المجموعه اللي لعبت في بطوله العرب ممكن ما تلاقي منهم ناس مش كتير قوي موجودين في كاس الامم او في التصفيات، لان عندك برضو انت لعيبه غايبه كتير، عندك طبعا نجم محمد صلاح، عمر مرموش، تريزيجيه، مصطفى محمد، في لعيبه كتير يعني، لعيب بيراميدز عبد الله السعيد وابراهيم عادل، في لعيبه كتير هتلاقيهم موجودين. لكن انت طلعت بمكاسب من البطوله دي، بس طبعا احنا كالشعب المصري بنتمنى طبعا نخش اي بطوله اللي انت بطل مصر، بطل طبعا اللي انت تكسب. لكن احنا يعني ما قدناش الاداء العالي او اللي يكسبنا، بس في نفس الوقت طلعنا ببعض ايجابيات كويسه، في لعيبه كويسه. انا عاجبني محمد عبد المنعم المدافع ده، برضك لعيب كويس اللي هو بيلعب في فيوتشر، برضك لعيب كويس. هتطلع هتلاقي دايما مكاسب، بس في الاخر ازاي انت مستر كروش بقى ايه اما تيجي بعد كده عشان تجمع لبطوله الامم تكون وصلت لتشكيل مناسب. طب مين اقربهم يا كابتن؟ اذا حضرتك بتقول تتكلم على بطوله الامم وهي قربت، مفيش بينك وبينها 15 20 يوم، بعد المكاسب اللي انت قلتها، انت من وجهه نظرك يا كابتن احمد عبد اللطيف، مين الاقرب اللي ممكن نحس ان ليه تواجد حتى ولو تغييره، لو متواجد في وسط كابتن النجوم المحترفين؟ بص، احمد رفعت ورقه مهمه، هيبقى تغييره، ممكن ما يبقاش اساسي طبعا، بس هيبقى ورقه مهمه ومميزه ايجابيه، ممكن ينزل يعمل شغل كويس، ممكن يكون سبب في مكسب. اعتقد احمد رفعت اداؤه راقي، زيزو
هيبقى ورقه مهمه، لان طبعا زيزو بيلعب في مكان محمد صلاح، بس زيزو لعيب تكتيكي ممكن تستفيد منه باكتر من مكان. في ورقه مهمه بس مخفيه لازم تتضم للمنتخب اللي هو طارق حامد، لعيب مميز. دي ورقه مش ما كانتش موجوده رغم تالق السوليه وحمدي فتحي، يمكن حمدي فتحي النهارده عمل ماتش عالي جدا هو والسوليه وطول البطوله صراحه، بس وجود طارق حامد برضك مع الثلاثه ده مهم. مين يلعب دي بتاعه المدير الفني، لكن طارق حامد عنصر مهم جدا في انه لازم يكون في المنتخب مع حمدي فتحي اللي بيأدي اداء راقي، مع عمرو السوليه الكابتن اللي هو لعيب مميز قوي. وانا يمكن ابو العيال في حاجات بتزعلني، اما نيجي مثلا ماتش لمنتخب مصر ومنتخب مصر مثلا ايه يخش في جون يقول لك اصل الكره اتقطعت من مصطفى فتحي، اصل عمرو السوليه حط جون في نفسه. يا جماعه الكلام ده غلط جدا، احنا منتخب مصر اللي بيغلط ده يعني عايز يغلط، ده حماس وروح وعايز فرقته تكسب. فاتمنى ان احنا نشجع بلدنا، ننسى الاهلي والزمالك هنا في الدوري او الزمالك والاهلي هنا في الدوري منافسه، ده عايز يكسب وده عايز يكسب، لكن لما الموضوع يوصل لمنتخب مصر اتمنى الناس اللي هي اللي بتحاول تستظرف وتتكلم بقى على لعيب من الزمالك ولاعيب من الاهلي، لا احنا منتخب مصر هو عن اخر يعني عيب يعني. اتفق معاك حقيقه، نقطه مهمه جدا 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 يعني، وعلى فكره لو خدنا فيها كتير كلنا خسرانين. ما مصر، ما انت مصر انت اللي هتخسر. بعدين انت في لعيبه مثلا انا دايما لما بتكلم بقول لعيبه منتخب مصر، اما بيبقى في الدوري بقول اه لعيبه الزمالك لعيبه الاهلي عشان في منافسه، لكن انا مفيش فرق بقى في المنتخب، ما بتلبس التيشيرت بتاع المنتخب ده انت لعيب منتخب مصر. وكل خلي بالك لعيبه الاهلي والزمالك اصدقاء، وانت كنت لعيب وانا لعيب وكده، ودايما احنا اي حد بيبقى كويس سواء من نادي الاهلي او من نادي بيراميدز او الزمالك بنشيد بيه، ولو حد برضك مش كويس بنقول مستواه مثلا هبط، ما من حتى يعني نقدنا بيكون بناء مش النقد اللي هو الهدام زي ما بيقولوا يعني. فاتمنى الناس اللي على السوشيال ميديا يا جماعه ده منتخب مصر، اهلي والزمالك في الدوري. تمام كابتن حماده، لو قلت لحضرتك طبعا هل كان تحس ان في احباط؟ انا كنت سالت حضرتك السؤال بتاع الاحباط، هل اداء النهارده حسيت انه متاثر بماتش تونس شويه؟ اكيد طبعا اداء متاثر، لان انت منتخب مصر بتلعب على بطوله، فطبعا الهدف القاتل اللي جه في منتخب مصر في اخر دقيقه طبعا ده اثر، يهمد بلغه الكوره يهمد، اثر طبعا على المنتخب. المنتخب كان امله ان هو يلعب نهائي وياخد البطوله، وحتى لو كنا لعب يعني لعبنا نهائي مع الجزائر هيبقى برضك حاجه كويسه، لكن برضك تونس ادت اداء راقي. وبرضك عشان انا دغري وصريح، منتخب تونس كان افضل في الاستحواذ مننا، يمكن جت فرص هنا جت فرص هنا، لكن احنا لسه في مرحله تجارب شويه، الراجل بيجرب كروش وده وهنديله عذره، احنا كلنا معاك لان احنا كلنا مع منتخب مصر، لكن الفترات الجايه تسول عليك بعد البطوله دي الفترات الجايه اتمنى ان انت تكون مسكت المفاتيح بتاعه الفرقه، عارف بقى مين خط الدفاع، مين حارس المرمى، مين نص الملعب، المهاجمين، الفرق، التبديلات، حتى البدل اللي انت ممكن تستعين بيهم، يبقى انت خلاص عملت عمليه تقييم من خلال البطوله العربيه. اي نعم الجمهور المصري كان في قطر زعلان وجمهور كان عظيم، بس هقول لك يا كابتن حماده جمهور عظيم بالنسبه لي البطوله دي بالنسبه لكارلوس كروش غير المكاسب الفنيه او الكلام الفني، فاعتقد ان هو اول مره يشوف الجمهور المصري عن قرب بقى، لا يعني الاحتكاك والتفاعل، شاف ان الناس مش هيرضى بغير بايه، وشاف المحللين فاهمين مثلا لان درجه والاهتمام بالكوره في مصر عامل ازاي، فده اكيد لمسه الراجل. بص مفيش احلى من جمهور الدول العربيه، مصر هتلاقي الجزائر، هتلاقي تونس، هتلاقي المغرب، الافارقه اه ليهم جمهوره، بس الجمهور المصري كده ليه شكل خاص. النهارده في المدرجات حاجه جميله، والماتشات اللي قبل كده جمهور الجزائر النهارده جمهور تونس، وشوف الرقيه يا اخي بين جمهور الجزائر وتونس، انا يمكن تابعت بعد الماتش شويه، مفيش مشكله خالص، بيباركوا لبعض ومفيش مشكله، والمره الجايه احنا نكسب والجزائر كويسين، وجمهور الجزائر يتكلم على تونس كويس. هي دي الرياضه اللي احنا عايزينها، هي دي كره القدم اللي احنا نتمنى اللي احنا نوصل لها. انا اتمنى اشوف فرقتي كمنتخب مصر فرقه تطمنك كل ماتش اللي انت نازل المكسب، اتمنى تبقى منتخب الجزائر لما بتفرج عليه بيسعدني بيبهرني، منتخب تونس بيبهر، ان شاء الله منتخب مصر كالعاده يبهر الناس في الايام الجايه، لان منتخب مصر طول عمره بطل وهيفضل بطل، بس ليس بالكلام، بالعمل داخل الملعب، بالتخطيط الجيد للكره المصريه. عارف يا ابو العيله يمكن في اللعيب بتاع تونس 18 سنه اللي هو حنبعل، يعني 18 سنه، يمكن انا الحلقه اللي فاتت مع خالد قلت 23 سنه، فناس بعتت لي قالت 18 سنه، هل انت ممكن تلاقي لعيب اساسي في منتخب مصر عنده 18 سنه بنفس هذا المستوى والاداء؟ صعب تلاقي. ليه؟ ابحث على التخطيط دايما، ابحث الناس اللي بتخطط للكره المصريه للاسف، تخطيط دايما
في بعض العشوائيه فيه. اتمنى اللي احنا نشوف ندي فرصه اللعيبه تطلع وتظهر عندها 17 سنه. كنت سعيد بعلي المجيري ده 18 سنه وشوف لعيب 10 من 10 ومش خايف وعنده ثقه في نفسه ولاعيب كوره. احنا عايزين نشوف اولادنا كده، ندي الفرص ونحسن الاختيار. احنا بقالنا فتره الحقيقه مشينا في الاتجاه ده شويه، لما شفنا مرموش وقبليه صلاح ما شاء الله، والنني لما طلع صغير يعني، بس محتاجين قاعده تكبر شويه. انت عارف كابتن لما بتيجي تتفرج على منتخب الجزائر ومنتخب تونس، هما الاثنين اللي وصلوا النهائي عندهم اكبر قاعده محترفين. لسه هقول لك غير كمان المحترفين اللي موجودين بره اللي هما مش عارفين يجوا في البطوله دي. بص بص ابو العيله، الشعب التونسي الجميل 14 مليون نسمه، الشعب الجزائري 44 مليون نسمه، انت عندك 110 مليون نسمه كشعب مصر. شوف عدد المحترفين بتوع تونس والجزائر قد ايه، وشوف عدد محترفينك اللي بيلعبوا بره قد ايه، وشوف رغم فرق التعداد السكاني بين مثلا دوله مصر والجزائر وتونس، ليه في تخطيط من البدايه؟ في لعيبه بتجي لها فرص لا تطلع تحترف، لما بتطلع تحترف بترجع تفيد منتخبها. لكن انا اتمنى ان الانديه حتى في مصر هنا ما تبالغش قوي في الطلبات الماديه، اما تيجي مثلا ناشئ 18 سنه 19 سنه وفرقه عايزاه من بره، حتى لو في الدوري البلجيكي في الدوري السويسري، ما دي محطه، دي بدايه ان هو يكبر بعد كده. فاتمنى ان شاء الله اللي احنا نشوف منتخبنا القادم ان شاء الله يبقى كل خير لشعبنا مصر. وبرضه برجع بكرر لان انا منبهر من اداء منتخب الجزائر صراحه. انا يعني كابتن كمان عايز اقول لحضرتك يعني المنتخب الجزائري المنتخب الجزائري الحقيقه يعني منبهر يعني. اصعب مشوار اصعب طريق يعني مشي في اصعب طريق. بطوله كان فيها مجموعه مع منتخب مصر بيلعب المركز الاول والثاني، خد الثاني فمشي قابل المغرب، قابل المغرب فمشي قابل قطر. قطر فمشي قابل تونس في النهائي، كلها ماتشات قويه الموضوع ما كلها ماتشات قويه. ودايما الفريق الكبير لازم اما يقابل فريق كبير يفضل كبير برضك ويكسب. فمنتخب الجزائر فعلا فريق كبير وفضل كبير، وهو بطل افريقيا 2019 والبطوله العربيه 2021، وهو الفريق اللي بقاله 39 سنه 39 مباراه ما خسرش. دي حاجه يعني ممكن فاضل ماتش واحد اللي هو يوصل ل 40 اعتقد يتساوى مع منتخب اسبانيا او ايطاليا، مش هو عدى ايطاليا اعتقد كده ما اعرفش يعني، ممكن الاعداد ممكن الاعداد شوف لنا مع لكن انا سعيد بادائه المنتخب الجزائري، حاجه تفرح. عندهم روح يا ابو العلا، عندهم كميه اصرار، عندهم كده غيره ان هو ما يخشش فيهم جون، ومقاتلين كده على كل كوره. فازاي فعلا سعيد باداء المنتخب الجزائري، وربنا يبارك طبعا المنتخب الجزائري والشعب الجزائري والشعب التونسي والشعب المصري وطبعا شعبنا ده ودوله قطر عامله تنظيم رائع صراحه. كابتن حماده بقى لو اتكلمت حضرتك عن تشكيل ماتش النهارده مستر كارلوس كروش، قول لي شفت التشكيل ازاي النهارده ورايك فيه؟ هو كل ماتش بيبقى فيه تشكيل يعني مختلف شويه. النهارده مثلا محمد عبد المنعم فوجئت بيه ان هو، ومحمد عبد المنعم ادى اداء كويس. عمر كمال لعب واحد باك يمين برضك ادى كويس. هو يعني ايه قبل ما نخش في التشكيل هو قال لك كده كده مركز ثالث ورابع انا كنت بلعب على البطوله، ففي ادي فرص لبعض اللعيبه اللي هي ما لعبتش. فشفنا عمر كمال لعب واحد، شفنا محمد عبد المنعم، شفنا بدا باحمد رفعت النهارده، شفنا محمد شريف بدا كان الاول بيبدا مروان حمدي، شفنا بس انا استغربت من الثلاثه اللي في نص الملعب. يعني لقيت مهند لاشين، حمدي فتحي، السلية كتير يعني، ما كنت مثلا يبقى في اثنين موجودين مفيش مشكله، لو تلعب مثلا ممكن قفشه يلعب رقم 10 مفيش مشكله، لكن الثلاثه دي طريقه لعبهم قريبه من بعض قوي، فدي كانت الغرابه شويه في التشكيل. لكن في لعيبه ادت جيد طول البطوله يا ابو العيله، يمكن انا عجبني قوي احمد فتوح طول البطوله، يعني احمد كان فتوح هايل هايل الحقيقه. انت عارف يا كابتن انا شايف صعوبه فتوح في ايه كمان؟ ان لما تلعب قدامك الهاف الشمال او الطرف الشمال قدامك ويكون لسه اول مره يلعب دولي اللي قدامك او ما عندوش خبره دوليه او في متغيرات كتير، مره النهارده حسين بكره شريف بعده، فدي برضو بتبقى مشكله على الباك ليفت. فمن ضمن الصعوبات والتحديات اللي عملها احمد فتوح انه ايا كان مين لعب قدامه عارف يحافظ على مستواه. عارف ليه؟ مهارته عاليه قوي، عنده الاستلام والتسلم كويس قوي، بيعرف يباصي، بيعرف يقف على كورته، لعيب حريف، فبيقدر ينسجم مع احمد رفعت، انسجم قبل كده كان مثلا مصطفى فتحي بيلعب قدامه في انسجام. فتوح بطوله جيده جدا ليه، مميزه النهارده، ومن احسن اللعيبه يعني. لو في منتخب يتعمل منتخب البطوله مثلا البطوله العربيه، اعتقد ان احمد فتوح حجز مكانه كباك شمال اساسي للمستوى المتميز اللي ظهر بيه احمد فتوح. الونش برضك مستوى متميز، اتكلمنا عن حمدي فتحي على ان السليه في تميز. يمكن عندنا الخطوط الدفاعيه كويسه ابو العيله، لكن دايما مشكلتنا في التلت الهجومي اللي قدام.
ما يعني بتجي لنا فرص قليله بس بنضيعها برضه، ما فيش تركيز في الفرص خالص اللي بتيجي للمنتخب المصري. ما تحسش ان المنتخب المصري عنده شراسه كده هجوميه، يعني في كده حته عدم لا نظام شويه في النواحي التكتيكيه. بتتحل ازاي دي عشان كابتن لعيبه المحترفين هم مش موجودين؟ عشان لسه بيكتشف الراجل، بتتحل ازاي الحته دي؟ ما هتتحل طبعا مع عوده اللعيبه المحترفه، هتتحل مع عوده محمد صلاح، مصطفى محمد، مرموش، تريزيجيه، عبد الله السعيد لما يرجع، ابراهيم عادل، لان احنا عندنا دفاعنا كويس وحارس المرمى شناوي كويسين، بس نص ملعبنا بعوده طارق حامد برضه يبقى كويس ومع النني ومع المجموعه دي، لكن ان شاء الله تتحل بالتكتيك. مفيش حاجه، ما لازم حاجه، لازم النواحي الهجوميه دي نتمرن عليها كتير قوي، لازم تبقى في جمل خاصه بالمنتخب المصري احنا حافظينها واحنا عارفينها، والتحرك بدون كوره مهم جدا، التركيز في تسجيل الاهداف مهم عشان احنا بنقدر فرص سهله، وخلي بالك ما بتجيلكش فرص كتير، بس ممكن تجيلك فرصتين ثلاثه ولو جبت واحده منها تخلص لك الماتش، تقلب السيناريو. فاتمنى ان شاء الله، في طبعا زي ما اتكلمنا في سلبيات وفي ايجابيات، ان شاء الله تتحل الفتره اللي جايه قبل بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله. طيب ما. طيب يا كابتن، طب كمان يمكن الحقيقه برضو حضرتك الحقيقه ذكرت حاجات مهمه جدا من ناحيه التلت الهجومي، طب كلمني على التغييرات اللي عملها النهارده مستر كارلوس كيروش، راضي عنها؟ بص يعني هو اصل يعني دايما ايه التغييرات، انا استغربت لما لقيت مروان حمدي نزل راح لعب ناحيه اليمين وينج رايت، فطبعا ده مش مكان مروان حمدي، زي ما كنا بنتكلم بنقول محمد الشريف اما بينزل يروح ناحيه الشمال ده مش مكانه برضو، واستغربت قلت لك في البدايه من الثلاثه اللي في نص الملعب، ثلاثه نفس طريقه لعب واحده، سواء حمدي فتحي سواء السوليه سواء مهند لاشين، وبعد كده راح معدل راح منزل قفشه، بس نزل قفشه في وقت يعني متاخر، لكن استغربت من تغييره مروان حمدي اللي لعبه ناحيه اليمين دي، كانت بالنسبه لي يعني وان جرايت صعبه قوي شويه، بعد كده راح منزل مصطفى عبد فتحي راح ايه راجع تاني، تمام الاول من البدايه اعمل خلي كل لعيب في مكانه، هي مشكله مستر كروش انه بيجرب كتير، بس بيجرب لعيبه في غير اماكنها فما بتقديش مستوى كويس، فالناس تطلع تقول لك شفت فلان كان وحش، ما هو كان وحش ليه؟ ما هو مش في مكانه، لاعب مثلا محمد شريف في مكانه هيبان، لاعب مثلا مصطفى فتحي في مكانه هيبان، زيزو في مكانه هيبان، لكن هو بيجرب، احنا معاه برضه للاخر ومفيش مشكله، بس انا كحماد عبد اللطيف كنت اتمنى ان منتخب مصر يوصل للمباراه النهائيه عشان خاطر الجمهور المصري العظيم اللي سواء موجود هنا او الناس اللي كانت في الدوحه، لكن احنا برضه الجزائر افضل مننا وتونس افضل مننا، وقطر النهارده تعتبر برضو كدولة محترمة طبعا ودولة جديدة في كرة القدم، برضو قطر النهارده أدت، مش عايزين نفخس حقها برضو لأن قطر عندها لعيبة كويسة. هو كيروش كمان قال الحقيقة في ماتش قوي جدا والفرقتين قوية وأحرجنا بطل أستاذ. خلينا يا كابتن قبل ما أكمل الكلام مع حضرتك، على التليفون الحقيقة مكالمة هامة جدا من وكيل اللاعبين الأستاذ علاء نظمي ومن المنظمين لاحتفالية كأس مارادونا اللي كان مقام في السعودية. أستاذ علاء مساء الخير عليك. مساء الخير كابتن علاء ومساء الخير كابتن احمد. اهلا بيك طبعا ومشرفنا في قناه نادي الزمالك وتحياتي ليك. تحياتي ليك يا فندم. طيب الحقيقه يمكن قصه كده يعني اتحط عليها الضوء بشكل كبير، ويمكن كمان لما شيكابالا دعي للاحتفاليه، عايزك تكلمني انت على الاحتفاليه والاهتمام اللي كان موجود، وقول لي قصتها ايه، يعني عارف ان هو اسمه كاس مارادونا، عايزك تحكي لي انت بقى بالتفصيل. السعوديه كانت منظمه كاس مارادونا كاب، احتفاليه لمارادونا، وكان مدعو فيها فريق برشلونه وفريق بوكا جونيورز، لان مارادونا كان لعب في الفريقين فحبوا يكرموه بطريقه مختلفه شويه، فعملوا الماتش العالمي دوت في الرياض. مين صاحب الفكره الاول؟ وليه في السعوديه كان جت ازاي الفكره؟ والله هي الفكره مش من عندي طبعا، هو من عندي وزاره السياحه وموسم الرياض ومعهد رياضه القاده ووزاره الرياضه هناك. فانا كنت من الجزء المدعوين او المنظمين للضيوف الشرف الموجودين في البطوله. تمام، وبعدين قول لي بقى كمل لي القصه، جت موضوع شيكابالا، ان شيكابالا الحقيقه كان من المدعوين، كان مين المسؤولين عن الدعوه؟ بالظبط، هم كانوا حريصين جدا على وجود نجم مصري يعني في حجم شيكابالا او نجوم مصريين تانيين، وشيكابالا كان من الناس المميزه واللي كان موجوده هناك ولعبوا في السعوديه وله شعبيه اذا كان في الوطن العربي كله بالاخص يعني. فتوجهت له الدعوه بشخصه وتوجهت له الدعوه باسم ناديه كمان، ان هو بيمثل نادي الزمالك وبيمثل منتخب مصر وممثل للدوله المصريه عموما يعني، وسافر وكان استقبال بصراحه هايل. انا قدامي الحقيقه لو انت شايف التلفزيون قدامي صور من الاستقبال الكبير
من وزارة السياحة ووزارة الرياضة، ملك معاذ نجم طبعا الكرة السعودية، وسعيد العوران نجم السعودية السابق. الحقيقة استقبال كبير جدا جدا نجوم لشيكابالا. كتيرة جدا بصراحة، بس يعني ما للأسف ما فيش، ما أعتقدش في ميديا كتيرة موجودة عندكم، بس كان نجوم كتير جدا موجودين في المباراة، إذا كان من السعودية أو من الإمارات أو من البحرين، كل نجوم الوطن العربي كانوا موجودين، وكان في نجوم عالمية كمان هناك. أسرة مارادونا كمان كان موجودة، وشيكابالا كان حريص ان هو يعني يكون ظهوره مش ظهوره بشخصي وبس، كان ظهوره كمان بتشيرت نادي الزمالك في قلب الملعب. طب قول لي كمان مين كان مدعوين في الكأس ده؟ دي يمكن صوره قدامنا، انا عندي الصوره على الشاشه بتشيرت نادي الزمالك لشيكابالا. كان مدعوين ناس كتيره من كل الوطن العربي، وكان مدعوين لعيبه كتيره اذا كان سابقين او حاليين، اللي قدر يجي منهم حضر طبعا، واللعيبه السابقه كلها معظم نجوم الوطن العربي كانوا موجودين في المباراه. هو ده كده عشان تقديرا طبعا واحياء لذكرى وفاه طبعا اسطوره كره القدم العالميه مارادونا، كان وفاته 25 نوفمبر 2020، يعني عدى نقول سنه تقريبا. هي زي سنويه مارادونا بيعملوا له احتفاليه وتكريم وحضره اسرته، ويعني من الجدير بالذكر كمان ان في لاعب في بوكا جونيور، بس يعني انا اسف ذكر اسمه مش على بالي دلوقتي، كان زميل لشيكابالا في فتره لعبه في لشبونه، وكان حريص ان هو يقابله مع بعض. وقابلوا بعض. فعلا. انا عارف كمان ان بوكا جونيورز هو اللي كسب فريق برشلونه 1-0. بالظبط، هو اللي الماتش خلص، الماتش انتهى 1-1 وقت اصلي، واحتكموا ضربات الجزاء وكسب بوكا جونيورز. طيب انا كمان عندي معلومات بقى ان انت وكيل النني. حقيقة. صح؟ تمام كده ولا ايه؟ صحح لي. تمام. طب قول لي ايه الاخبار بقى؟ اخبار النني ايه؟ وايه اخر التحركات الفتره الجايه؟ كنا سمعنا الحقيقه عن كلام في يناير، يعني قول لي انت اخر اخبار النني. والله يا كابتن هو لسه بدري، وحضرتك عارف فتره الانتقالات ديت بيبقى الوكيل بيبقى حريص انه ما يتكلمش فيها دايما، يا يتكلم قبلها يا يتكلم بعدها، اي وقت في الانتقالات بيحاول يبقى حريص يعني يحتفظ شويه بالسريه في الموضوع دي، بس ان شاء الله يعني خير. هو محمد لسه في عقده لاخر السنه وربنا ييسر. طب اقرب لايه؟ بس انت خلاص احنا كنا على يناير، اقرب لايه؟ للاستمرار مع ارسنال ولا اقرب لايه؟ والله هو ارسنال متمسك بيه لاخر العقد بتاعه. اقرب ليه بقى؟ اقرب لربنا يوصله ان شاء الله. ان شاء الله. طب بالنسبه، طب انا عارف ان في مشاكل بالنسبه لفكره كورونا في الدوري الانجليزي، عايز اعرف ايه اخر التطورات فيها، والمفروض ان شاء الله هو ينضم للمنتخب على امتى عشان كاس الامم الافريقيه؟ هو حتى الان ما فيش مشاكل في انضم للمنتخب، النهارده بس كده اتلغت ماتشات استون فيلا واربع ماتشات تانيين اتلغوا. حالات كورونا زايده جدا في انجلترا، والناس كلها ايديها على قلبها بصراحه، لموضوع اي حد عايش في اوروبا زينا، لان الوضع في اوروبا دلوقتي يعني الحالات زايده، فنتمنى ما يحصلش اللي حصل قبل كده ويتوقف اي دوري يعني. لكن هو في ميعاده ان شاء الله، لان كان برضو كان في كلام وكاس الامم الافريقيه واللعيبه اللي موجودين، النجوم اللي موجودين في اوروبا، كل الكلام ده ايه؟ الانديه ايه التنسيق مع الانديه؟ اعتقد النجوم اللي في اوروبا بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه ما عندهمش مشاكل في الانضمام في الوقت دوت، لانها خلاص بطوله فيفا زي ما بيقولوا يعني في الاجنده الدوليه، فمفيش نادي هياخر لاعب انه يحضر المنتخب بتاعه. طيب المهم بشكرك طبعا شكرا جزيلا استاذ علاء نظمي، وكيل اللاعبين ومنظمين لاحتفاليه كاس مارادونا، وكمان وكيل لاعبين نجمنا محمد النني. كابتن حماده ارجع لحضرتك، الحقيقه كنت بكلم حضرتك عن مباراه طبعا كاس العرب، ويمكن النهارده حصول على المركز الرابع. هل تعتقد ان المركز الرابع اللي خدناه ده في ظل الظروف والغيابات والمردود الفني اللي كان موجود في البطوله، شايفه ان بالنسبه لنا مثلا مقنع؟ لا هو مش مقنع طبعا، ولا عمره هيكون مقنع لجمهور كره القدم في مصر، انت منتخب مصر برضك، لكن انت يعني نتكلم كده بكل صراحه، انت اول ماتش لعبت لبنان وكسبت لبنان، ثاني ماتش لعبت السودان وكسبت السودان، وده شيء طبيعي في تفوق طبعا عن المنتخب اللبناني وعن المنتخب السوداني مع الاحترام الكامل ليهم طبعا. بعد كده اول مواجهه كانت قويه، كانت مع المنتخب الجزائري وعملنا اداء كويس وتعادلنا، جيت مع تونس خسرت، جيت النهارده خسرت برضو بركات الترجيح. فانت يعني المنتخبين اللي لعبتهم برضو وكسبتهم وعملت اداء مثلا مع السودان ولبنان وكده، مش نفس قوه منتخب الجزائر والاردن، بعد مش نفس قوه منتخب الجزائر او تونس او كده، فهو كان اختبار حقيقي بالنسبه للعيبه دي، اما لعبنا الجزائر او ما لعبنا تونس، فاهم ازاي؟ فكنت اتمنى، بس طبعا هي امكانيات كره القدم مش خناقه، مش عافيه، هي امكانيات لعيبه، امكانيات قدرات مدير فني، هم افضل يعني، الجزائر افضل منك، تونس افضل منك، ودي كلمه حق، ازاي انا اكون احسن بقى في اللي جاي؟ يبقى لازم اشوف اخطائي ايه، سلبياتي ايه، اختياراتي ايه،
اتعلم منها، لكن ما كبرش اقول لا اصل انا ناقص 2 أو 3 لعيبه او بتاع عشان كده خسرت. لا، ما انت ممكن تكون موجود بالتيم كامل وهم يكونوا احسن منك، لان دي كره قدم. بس كابتن يعني مثلا لو اتكلمت على ماتش تونس تحديدا ما حسيتش ان في فرقه احسن من الثانيه، حسيت لو قعدوا 4 أيام مش هيجيبوا جول. عارف المباراه تونس دي مش تخلص غير بالهدف الغريب اللي جه في وقت غريب بس ماشي أوكي. فرصه انك تعوض يعني، احنا هاجمنا شويه وهم هاجموا شويه، بس برضك منتخب تونس منظم تكتيكيا عشان منسجم عنك انت بقالك يعني فتره عشان بيلعبوا مع بعض بقالهم بالزبط. فتره كتيره ولاعيبه برضك كلها دوليه فمنظمين يعني، خط دفاعهم كويس، نص ملعبهم يعني عندك كان الشعلاني وعندك فرجاني ساسي حاجه وحنبعل المجيري ده اللي هو 18 سنه وعندك السليتي وعندك المساكني وعندك الجزيري بتحركاته وعندك الباك اليمين اللي هو دراجر ده اللي بعتبره هو وبن عياده احسن باكين في البطوله يعني، دراجر اللي هو بتاع تونس وبن عياده كمان ده بن عياده بتاع الجزائر ده ما فيش حد بيعدي منه وبيهاجم وبيدافع، فهم منظمين يعني فاهم ازاي؟ احنا عايزين نكون منظمين، عايزين يبقى لينا طريقه لعب، عايزين يبقى لينا سيستم كده بنلعب بيه، عايزين المدير الفني كروش كلنا زي ما قلنا في البدايه في ظهره، بس لازم تحسم بعد كده الاختيارات، ما تلعبش لعيبه في غير اماكنها. البطوله دي ممكن تكون وضحت لك ان في لعيبه مميزه ظهرت في الدوري العام بس ممكن ما لهمش الصفه الدوليه مع الماتشات الدوليه ما بتلاقيهمش، حتى لو هو متالق في الدوري المحلي، وفي لعيبه بتتولد دوليه يعني حتى لو في الدوري المحلي ما تلاقوش كويس قوي بتاع هتلاقيه دولي كويس، فلازم ان هو يحسن بعد كده الاختيار ويبقى لينا شكل. نفس المواطن المصري يبقى عارف تشكيله المنتخب بتاعه، يعني المكان مكان واحد اللي عليه خلاف دي نقصانه، عارف دي لو عملناها ابو العيله هيبقى نجاح للمدرب. ليه؟ في ثبات تشكيل، في الاحسن بيلعب، في بدله موجودين، امتى التايمنج اللي استفاد بيهم والوقت المناسب اللي ادفع بيهم. فان شاء الله لازم مستر كروش الحاجات دي كلها تبقى في اعتباراته، اللي انت رايح تلعب بطوله امم افريقيا اقوى من البطوله العربيه، خلينا نتكلم يعني كواقع يعني بطوله افريقيا اقوى، احنا في البطوله العربيه اقوى الفرق اللي هي الجزائر تونس هم دول اقوى فرقتين اقنعوني ككره، ان هم ممكن نبقى اشوفهم كده اقول لا الفرقتين دول ممكن يوصلوا كاس العالم، والجزائر بالذات يعني الجزائر في تصنيف اول، تصنيف اول الجزائر في حته تاني. انا بكلمك يعني ايه الجزائر، يعني انا اتمنى ما نقابلش الجزائر يعني لو وصلنا ما نقابلش، انا دايما كنت اقول البطل بطل يقابل بطل وبتاع، لكن لا الجزائر ده المنتخب التاني او المنتخب مع بعض عناصر المنتخب التالت، امال المنتخب الاول شكله ايه؟ انا اتكلم كره قدم بعيد عن اي عاطفه، لعيبه كوره محترفه على اعلى مستوى مميزين، مدير فني مميز، اصرار، روح، المنتخب التونسي كذلك. كان عجبني في المنتخب التونسي عوده ساسي، ساسي رجع لمستواه في ماتشين ثلاثه بقى يعني شفناه اكن في بنشوفه في نادي الزمالك، الكره الحلوه بقى السهله وبتاع وكده. الجزيري واخد هداف البطوله برده، بتاع ساسي كابتن على الجزيري واخد هداف البطوله، هداف البطوله الجزيري. الجزيري لعيب متحرك جدا، نشيط جدا، وبيخلق مساحات للقادمون من خلف زي يوسف المساكني وزي السليتي، ان السليتي ده لعيب قوي، نعم السليتي لعيب قوي. فخطوره الجزيري ان هو في ارباك المدافعين لخلق فرص للعيبه القادمون من خلف اللي هم لعيبه خط الوسط، مع تمريرات ساسي بقى في صناعه اللعبه، مع انطلاقات السليتي، مع المهاره بتاعت يوسف المساكني. فالجزيري مميز ولازم احنا نستفاد بيه في نادي الزمالك. حاجه خطيره عارف ايه؟ اتفضل. ان الناس كلها ممكن تقيم الجزيري عشان بالاهداف، هو هدف البطوله جاب 4 أهداف، لكن حضرتك رحت الحته الثانيه بقى تحركات الاهداف. من احسن اللعيبه اللي بتتحرك في البطوله العربيه شفته بالجزيري، تحرك عرضي وفي الاماكن الفاضيه وامامي وبيعمل مساحه، مثلا يروح ناحيه الشمال يعمل مساحه عشان حد جاي ناحيه اليمين يكمل. فاحنا عايزين برضك ان هو في يعني في نادي الزمالك يبقى في تكتيك للجزيري ده مع لعيبه خط الوسط اللي هم الثلاثه اللي تحت، ازاي يبقوا مجموعه واحده بتتحرك. انا مش عايز لعيب بس يتحرك واللي تحتيه مش فاهمينه، او مثلا اللي تحتين فاهمين بيعملوا ايه والمثل المهاجم هو مش فاهم. لازم يبقى فيه تدريبات جماعيه دايما يا ابو العيال، وانت كنت لعيب طبعا وفاهم، تدريبات جماعيه التكتيكيه دي للثلاثه اللي تحت راس الحربه مع المهاجم مع باك يمين طالع، بتبقى جمله معموله تتحفظ هتستفيد بيه وهتستفيد بعمر السعيد. ده ليه ماتشات وده ليه ماتشات، ده ليه توقيت وده ليه توقيت. المهم المدير الفني الذكي اللي هو يقدر يستفاد من قدراته وامكانيات كل لعيب، مش مثلا ممكن العب عمر السعيد وعمر السعيد الناس تقول عليه مش كويس، لا عمر السعيد مثلا بالنسبه لي انا ماشي كويس جدا، ممكن ماتش مش موفق مفيش مشكله اديله تاني واديله تاني، ان عمر هداف وجاي ان شاء الله. الجزيره استفاد من التحركات بتاعته، كل واحد ربنا مديله ملكه كده موهبه في حاجه، لازم المدير الفني هو اللي يشكلها، هو اللي يعرف يستفاد منها ازاي. ده شغل مدير فني مش شغل لعيب، فاتمنى الجاي يكون افضل طبعا ان شاء الله. طيب لو كلمت حضرتك يا كابتن على اهم المكاسب من وجهه نظرك على المستوى الفني
نقدر نقول ان احنا كسبناها بقى من البطوله او برؤيه فنيه بقى. حضرتك لعيب طبعا كبير، شايف ان مين اهم المكاسب في البطوله دي؟ بص، هو نمره واحد بالنسبه لي يعني احمد فتوح ثبت مكانه كاساسي في منتخب مصر. اول كان ممكن يبقى فيه كلام فتوح عبد الشافي ايمن اشرف، لكن فتوح اعتقد بادائه دوت نمره واحد ثبت ضمن طبعا مكان ثابت في التشكيله الاساسيه. تاني حاجه انا عجبني محمد عبد المنعم المدافع اللي هو لعب النهارده، لعيب كويس وعجبني من الدوري النهارده برضك، مش هايب الموقف وبيلعب واداؤه كويس. طبعا احمد رفعت، اتكلمنا الفدايه على احمد رفعت، احمد رفعت لعيب مميز. يعني ايه، ما كنتش متوقع المستوى الجيد بتاع عمر عبد كمال عبد واحد، لان عمر كمال عبد واحد السنه اللي فاتت على طول بيلعب مهاجم، النهارده ما ادى اداء متميز جدا، ولعب ماتش قبل كده برضو كباك رايت ادى اداء عالي جدا. برضو عمر كمال عبد واحد اعتبره مكسب للمنتخب المصري مع احمد رفعت مع محمد عبد المنعم. يعني عندك هي دي المكاسب اللي انا ايه شايفها برؤيه فنيه بعيد على عاطفه. عمر كمال عبد واحد بيشبهني شويه باحمد المحمدي، يعني في ناس بتحس انه نفس الشكل شويه، الطريقه والسرعه عنده، يعني السرعه والشكل وطريقه اللعب، وبعدين لعيب حريف دايما الباك اما يبقى فاهم كوره بيبقى الكوره سهله بتطلع من رجله، ما بيبقاش فيه صعوبه، يعني زي اللي هو بتاع تونس دوت دراجر، وزي اللي هو بن عياده بتاع الجزائر اقوياء. انت الباك محتاج، المدافع محتاج قوه، بس كمان لما يكون فاهم والكره بتطلع من رجله سهله وبيروح يعمل الاوفر كويس وبيكمل، دي حاجه جيده جدا بالنسبه للمدافع، لان انت مش مطلوب منه انه يهاجم كتير، بس لما يهاجم يعمل لك هجمتين في الماتش ويعملهم كويس يبقى 10 من 10، لانه دوري الاساسي هو دفاعي. انا شايف ان عمر كمال عبد واحد برضك اضافه كويسه. اتمنى كنت مصطفى فتحي لعيب مميز قوي، وانا بقول له مصطفى انت من اميز اللعيبه اللي في تاريخ النادي الزمالك وجات وبتاع، مصطفى انت منتظرين منك اكتر من كده، لان انا مصطفى فتحي اللي انا اعرفه عنده اكتر من كده كتير قوي، وهو في الماتشات كان ما كانش وحش كان كويس، بس هو مصطفى كان ممكن يكون متوتر شويه ما بينزل برضك بيبقى ما تعرفش فيه، لكن مصطفى فتحي لعيب كبير قوي وعنده اكتر من كده بكتير، ومنتظرين ان شاء الله مصطفى فتحي مع نادي الزمالك في الدوري، وان شاء الله مع منتخب مصر يكون مصطفى فتحي احد نجوم منتخب مصر ونادي الزمالك، لان مصطفى لعيب كبير. طب كابتن لو كمان اسالك على الونش، رايك في الونش ايه؟ الونش هو الونش يعني حلو الونش الونش يعني الونش هو الونش، ما لعيب راجل ما كل ماتش بيثبت ان هو احسن مدافع ليس في مصر فقط بل من احسن مدافعين في افريقيا وفي البطوله العربيه. انت لو هتقيم الونش في البطوله العربيه يعني تقول الونش مدافع متميز جدا، والعمري اللي هو بتاع الجزائر اللي هو المدافع بتاع الجزائر ده متميز جدا، الاثنين متميزين جدا، يخش بقى معاهم بدر بنون، يخش معاهم ناس تاني، لكن الونش ما عندوش دلع، راجل بيلعب كره القدم وكره القدم، ما بيألفش، ما عندوش فلسفه، فاهم مكانه، حافظ، بيلعب الكره السهله وراجل مقاتل، وبقى له سنتين الونش يعتبر على هذا المستوى. انت يعني صعب تلاقي لعيب يفضل مستوى ثابت ما شاء الله، ربنا يحميه، يعني ربنا يحميه طبعا، سنه ونص او سنتين. ليه؟ ان هو عارف قدرات نفسه، عارف امكانيات نفسه، عارف بيعمل ايه وعارف دوره ايه، ما بيزودش عن دوره. الونش بيقطع قوي سريع وبيسلم، ما بيتفلسفش. المدافع اذا اتفلسف الفرقه ضاعت راحت في حته تانية خالص. فالمدافع الونش اكيد بيتمرن كويس، اكيد ملتزم، فالونش حاجه حلوه. كابتن حماده كنت قلت لي ما اتمناش اقابل الجزائر طبعا. طب تتمنى تقابل مين او ايه الفرقه تتمنى تقابلها في تصفيات النهائي لكاس العالم؟ انا اتمنى اقابل فرقه من يعني حتى لو قلت لي السنغال اتمنى اقابل السنغال. عن الجزائر، منتخب مصر يعرف يتعامل مع الفرق الافريقيه كويس جدا جدا، وفي ظل المستوى العالي للمنتخب الجزائري، المنتخب الجزائري لو قابل اي فرقه هيكسبها. خد الكلام ده مني كحمد عبد الفتاح لاعب الكوره بقى القديم والمحلل. منتخب الجزائر اذا كان هو بهذه المجموعه المحترمه اللي لعبت وخدت البطوله العربيه النهارده، ومعظمهم مثلا المستوى الثاني او البدلاء، امال الاساسيين شكلهم ايه؟ اتكلم كلام كوره بقى بعيد عن العاطفه. لا، منتخب الجزائر في حته ثاني خالص انا شايفه، وبرضك بتسعدني ما الجزائر دوله عربيه شقيقه، بشوف منتخب جزائري كده بنكهه اوروبيه باداء راقي، طب ما دي حاجه تسعدني كراجل عربي، لان هي في الاخر احنا كلنا عرب مع بعض، مصر، جزائر، تونس، قطر، كل ليبيا، امارات، كلنا عرب مع بعض، فبحب ما الاقي حد عربي مني ومن لحمي ومن دمي بالمستوى الراقي ده
لا مستحيل. اتمنى الاربع منتخبات العربيه اتمنى صح. بس الجزائر في حته تاني يعني، الجزائر في مكان تاني ومش من فراغ. اكيد في تعب، في مجهود، في مدير فني، في لعيبه متميزه، في لعيبه عارفه قيمه التيشيرت بتاع منتخب الجزائر، في لعيبه هم محاربي الصحراء الاقوياء المقاتلين، هم بلد المليون شهيد، بلد الجميله جدا جميله، بحريه طبعا حاجه عظيمه الجزائر يعني. طب مطمئنه كابتن على منتخب كاس الامم ان شاء الله؟ يعني في اطمئنان طبعا اكيد مع عوده اللعيبه المهمه، يعني مثلا مع عوده محمد صلاح طبعا نجم كبير يبقى ليه دور، لان بقول لك ان احنا النواحي الهجوميه هي اللي ناقصانا شويه في المنتخب المصري. طبعا محمد صلاح نجم كبير وله قيمه، مصطفى محمد لو مستواه كويس هيبقى موجود وهيأدي، عمر مرموش، اتمنى تريزيجيه يا رب ان شاء الله يرجع. دي القوه الهجوميه بتاعتك دي هي اللي بتكسبك في الاخر، لان انت عندك خط دفاعك كويس ونص ملعبك كويس، ومحمد الشناوي ماشي 10 من 10 برده كويس، واتمنى ان يبقى طارق حامد موجود، في لعيبه دوليه. لكن ايه، مش كل لعيبه ابو العيله هيلعب ماتشين ثلاثه في الدوري هروح اقول لا تعالى انت كويس، تعالى العب بطوله الامم الافريقيه. ولازم مستر كروش يكون فاهم الكلام ده كويس صح. وعارف ان في لعيب دولي، في لعيب ما بيخافش ما بيقلقش من الماتشات. فاتمنى ان احنا يكون لنا اداء كويس، لان طبعا البطوله صعبه ان شاء الله. ربنا يكرم ان شاء الله ويكون استفدنا من لازم كاس العرب ده. طب بس استاذ حضرتك كابتن اطلع على الفاصل السريع ونرجع بقى نكلم كلامنا وندردش عن الزمالك شويه. ماشي اوكي، استنونا بعد الفاصل. نرجع مع حضراتكم تاني نكمل مع كابتن حماد عبد اللطيف. بس قبل ما اكمل الحقيقه في خبرين تاكدوا لنا دلوقتي حالا. خلاص كنا اتكلمنا ان محمد عبد الشافي كان بيعمل جلسات وعنده يعني شد في العضله الخلفيه. الحقيقه دكتور محمد اسامه اكد لنا عدم قدره محمد عبد الشافي انه يكون موجود في مباراه المقاولين العرب، وان اصابته عباره عن مزق من الدرجه الثانيه في العضله الخلفيه. هيتعمل له بقى برنامج اكيد علشان يتم تجهيزه للمشاركات في المباريات اللي بعد كده. حتى اعتقد كده من الواضح قدامنا ان مش هيبقى يكون في ماتش المقاولين، وغالبا مش هيلحق ماتش المحله، فبالتالي عبد الشافي كده ما عندوش فرصه في مباراتين الدوري اللي جايين. كابتن حماده نرجع بقى للدوري، نقول الدوري وحشنا بقى ولا نقول عوده حميده للدوري؟ اكيد طبعا اكيد طبعا. عايزك تقول يا كابتن ننتقل بقى للدوري ممتاز، قول لي استعدادات الزمالك الفتره الجايه، شايف البدايه شكلها ايه؟ شايف الفتره اللي فاتت هل استفدنا؟ هل الفتره التوقف دي فادتنا؟ المؤشرات، انا عارف حضرتك بتروح النادي كتير، اتفرج ممكن على التمرين. بس طبعا لازم يكون نادي الزمالك استفاد والجهاز الفني كاردرون من فتره التوقف دي، لان احنا بدايتنا في الدوري ما كانتش غير مقبولة. اللي احنا خسرنا 5 نقاط طبعا ده كان شيء غير جيد لنادي الزمالك اللي هو بطل الدوري. في اخطاء اكيد لازم نتعلم منها، نتعلم عشان نبص دايما لقدام ما نرجعش لورا. لكن انا ببص في اخطائي ايه استفاد منها عشان ما اقعش فيها تاني. عندنا طبعا البداية يوم الثلاث ماتش المقاولين البداية وماتش المحلة بعد كده، ماتشين مهمين جدا، ان بعد كده هيحصل حالة ايقاف للدوري عشان بطولة الأمم الأفريقية. فأتمنى الماتشين دول ب6 نقاط، لأن أنا عايز أعوض اللي أنا خسرته، فمش عايز أخسر تاني وأنتظر بقى. لسه الدوري طويل يعني، لسه الدوري إحنا في أوله، بس أنا مش عايز نادي الزمالك يظهر بالمستوى اللي ظهر بيه في ماتشين أنا ما حبيتهمش، وأتكلم بكل صراحة، ماتش الأهلي وماتش البنك الأهلي. دول خسرنا من النادي الأهلي وتعادلنا مع نادي البنك الاهلي وظهرنا مستوى غير جيد. اتمنى نتعلم من اخطائنا، اتمنى تجهيز البديل الجيد في نادي الزمالك يكون موجود، لان الفتره دي كانت كافيه. اعتقد ان عوده رزاق سيسيه مهمه بالنسبه لي، كأي لعيب بيتدلع او يفتكر نفسه انه اكبر من الزمالك. لا، احنا نادي الزمالك نادي كبير، عندنا لعيبه مميزه، عندنا لعيبه بتلعب في اكتر من مركز. اتمنى يكون وصل مستر كندرور للتشكيل المناسب والبديل المناسب. مش سليم هيبقى لذيذه، لا اوباما هيلعب ناحيه اليمين اكيد، مصطفى فتحي، اوباما على حسب حاله امام عاشور موجود ولا مش موجود، بن شرقي معرفش جه من السفر ولا ما جاش، موجود ده النهارده، جه النهارده، جه النهارده اتمرن خلاص. ما عندكش، وعندك اوباما وعندك بن شرقي وعندك زيزو وعندك، اعتقد ممكن ان هو يبدا بعمر السعيد مش الجزيري، عشان مع الراجل جاي هداف البطوله، عشان يريحه مثلا، ممكن يريحه ماتش باكسترا تايم، ممكن يريحه يبقى الشوط الثاني يبقى موجود. خلي بالك عمر السعيد ماشي كويس والجزيري ماشيين كويس، ما دي المنافسه اللذيذه. لا وبعدين هيلعب المقاولين،
وهيلعب الجزيرة القديم. لكن برضك الجزيرة النهارده عامل ماتش كبير وجري كتير في البطوله وبتاع، فممكن برضك يديله راحه يستفاد منه الشوط الثاني. ده فكره انا لو انا مدرب. وعمر السعيد، عمر السعيد هداف الفرقه وماشي كويس يعني. عمر ما تقدرش تقول ده هتحتاجه وده هتحتاجه، بس للظروف دي انا اعتقد ممكن يبدا بعمر السعيد ويريح الجزيري، يبدا بايه ورق الشوط الثاني. فاعتقد طيب. التشكيل مش ما فيهوش تغييرات كتير يعني، هو ده التشكيل دايما اللي بيبقى ثابت يعني، الا اذا اصابت حد زي ما قلت لك امام عاشور لو اتصاب خلاص هيبقى ايه، ممكن مكانه زيزو او اوباما، ومصطفى فتحي يبدا ناحيه اليمين، وترجع بقى تحط بن شرقي وتحط بس ما يبداش بالسي. لا صعب يبدا بالسي، لسه راجع من الاصابه، ولازم ياخد واحده واحده، ياخد نص ساعة في تلت ساعة، بعد كده ياخد شوط، بعد كده ما يرجع بقى لمستواه كده وياخد الأداء بتاعه كده اللي احنا عارفينه عن سيسيه، يفرض نفسه بقى التشكيل الأساسي. ما احنا مش قلنا مين هيبدأ، الأحسن يلعب، ده رؤية للمدير الفني. لكن لما يبقى عندي اتنين أو لعيبة في مكان واحد بتبقى شيء جيد جدا، شيء مميز، مفيش دلع. عارف اللعيب الأساسي اللي هيتدلع عارف إن في حد زي ما بيقولوا كده بيدبدب وراه، لا أنا جاي أنا هلعب أنا هاخد مكان. فدي منافسة حلوة، أتمنى إنها تكون موجودة. ونادي الزمالك نادي كبير، لازم يكون في لعيب كويس وفي بديل كويس، ما يكونش لعيب كويس والبديل بعيد على المستوى عن اللعيب الأساسي، فمش هتلاقي فيه منافسة حلوة. طب إيه اللي يقلق كابتن حماد عبد اللطيف ماتش المقاولين اللي جاي ده؟ فريق المقاولين برضه على فكرة من الفرق اللي بتبقى منظمة دفاعيا، كابتن حماد النحاس بيقدر يعمل كده، بيغلق المساحات بشكل أو بآخر، يعني ماتشات من الماتشات اللي نقدر نقول عليها مقفولة. بص أنا أكتر حاجة تقلقني في فرقة نادي المقاولين بيعملوا الهجمات المرتده كويس جدا جدا جدا، ممكن يقعد يدافع لك 60 دقيقه بس يروح عامل لك هجمه تقلقك، يدافع بعد كده 20 دقيقه تيجي في الدقيقه 85 ولا حاجه يروح عامل لك هجمه مرتده تيجي هدف. فلازم يبقى في تامين دفاعي كويس قوي، مفيش اندفاع للمدافعين خالص. لازم ناخد بالنا من بعض سرعات لاعبي المقاولين لانه ما بينفذوها كويس، خاصه اللاعب الكولومبي اللي هو لويس ادواردو، وعندك لعيبه منهم مميزه مجلي لو بيلعب مجلي في نص الملعب وكده. انا بتكلم على اللي هو اللي كان عندنا اسمه محمد سالم، بسرعاته لعيب كويس برضه، عنده سرعات كويسه، وعندهم لا عندهم لعيبه مميزه كتير، بس هم يا فرقه ايه هتنزل محتاجه تاخد نقطه منك، فانت لازم من البدايه تبقى عارف تكتيك المدير الفني اللي هتلعبه ايه وهيلعب بأني طريقه، على اساس انت تقدر تحضر السيناريو بتاع الماتش. هو المباراه في استاد المقاولين، استاد المقاولين دي ممكن تبقى ليها حسابات تانية مثلا عشان ملعبهم. لا لا بص انا ما بعترفش، بص ابو العيله موضوع الملاعب ده وكده انا ما بعترفش بيه، انا بعترف بحاجه واحده، ده لعيب كويس ودي فرقه كويسه ولا مش فرقه كويسه. طب ما الجزائر بتلعب النهارده في قطر وعامله نتائج هايله واحسن مثلا مستوى الجزائر عاملاه، انت لعيب كويس، منتخب كويس، متدرب كويس، معاك مدير فني كوتش كويس، عندك روح واصرار وعزيمه وقتال على كل كره في الملعب، كره القدم هي كده. ما ليش دعوه انا بلعب في ملعب فلان، الكلام ده كان زمان ايام بقى الخمسينات والستينات وبتاع وكده، لكن دلوقتي كره القدم علم وفكر، الدنيا اتغيرت خالص. طيب الفرقه بقى الزمالك تبدا احسن بدايه تبقى ايه ماتش المقاولين؟ طب احنا قلنا التشكيل المتوقع هنتكلم عليه من رؤيه كاتون، لكن ايه المطلوب من فريق الزمالك؟ بص في كره القدم يا ابو العيله المطلوب دايما اول حاجه ان ما يجيش فيك هدف، زي ما حضرتك قلت ده المطلوب، ده اساس نص المكسب، ان انت ما يجيش هدف فيك في البدايه عشان ما ترجعش بتقول بدل ما اجيب هدف اجيب هدفين. فالنواحي الدفاعيه لازم تكون منظمه، لازم يكون في توازن دفاعي بين المدافعين ونص الملعب الناس اللي بتدافع. ازاي انا اكسب؟ انت عشان تكسب مش هتكسب وانت قاعد كده وخلاص، ما انت فيه دايما كل فرقه بتلاقي في نقاط قوه لفرقتها. طب انا اشوف المقاولين ده نقاط القوه اللي عنده ايه؟ اتكلمنا فيها انا وانت دلوقتي ايه الهجمات المرتده، يبقى في حرص، خلي بالك يا ونش، خلي بالك يا فتوح مثلا، يا حازم كده، محمود علاء، من سرعات لاعب المقاولين. خلاص امننا الخطوره عندهم برضو تميز في الكره العاليه، عندهم المدافع الطويل الافريقي ده بيطلع في كره عاليه كتير، فاروق فاهم ازاي. انت عشان تكسب لازم تلعب الكره السهله، الكره السهله هي اصعب كوره، عشان تلعب الكره السهله دي لازم تكون فرقه واقفه على حيلها، عندك رؤيه كويسه، بتستلم كويس، بتمرر كويس، بتتحرك كويس، مفيش انانيه، في جمل تكتيكيه بتتعمل، لازم تسدد على المرمى، لازم تستغل كل نقطه قوه عندك في النواحي الهجوميه عشان تكسب. لكن مش هقول لا انا هعتمد مثلا على حاجه واحده مثلا ايه الكرات العرضيه. طب افرض الكرات العرضيه بتلعب ناس طوال ومميزين، لازم يبقى في عندك تنوع في اساليب اللعب، تسديد على المرمى ماشي، الجناب بتتحرك ماشي، اختراق من العمق اوكي، استفاده من ضربات راس ماشي. هو التنوع ده اللي بيعمله مين؟ بيعمله المدير الفني.
بامكانيات اللعيبه الموجوده او بمهارات اللعيبه الموجوده. انا عارف ان ابو العيله مثلا بتشوط كويس، ابو العيله شوط كتير. عارف واحد بيلعب مثلا بدماغه كويس زي عمر السعيد، يا جماعه الطرفين حازم امام مثلا وفتوح يعملوا عرضيات لعمر عشان استفيد من عمر. ما كل واحد ربنا مديله صفه او ميزه لازم نستفاد منها. طب نقطه او نقدر نقول ايه السر في تعرف تكسب مقاولين؟ ايه السر ممكن يبقى موجود في ايه؟ السر في مكسب اي فرقه نص الملعب، اذا نص ملعبك كان كويس، متميز دفاعيا، متميز في صناعه اللعب، متميز في التكمله مع المهاجمين، هتكسب. هتستفاد بقى من الاطراف، هتستفاد من المهاجمين اللي عندك. لكن دايما عندك ديفندر كويس، ده شيء جيد جدا. عندك صانع لعب هو اللي بيوزع لك اللعب، هو اللي بيعمل شكل الفرقه. عندك ناس اللي بتكمل مع المهاجمين، مهاجم تاني زي اوباما مطلوب، اللي انت مطلوب منك ان انت تكثف النواحي الهجوميه مع الفرق اللي بتدافع زي نادي المقاولين، هيدافع لك. فلازم عندك اكتر من طريقه، استغلال الفرص، كرات العرضيه، تسديد على المرمى. لازم اهم حاجه يكون عندك الهدوء والثقه بالنفس وليس الغرور، لان ممكن الثقه في النفس تبقى عامه، تبقى عاليه قوي، تبقى انت تقول ده انا هكسب في اي وقت، ممكن تقلب عليك وتتغلب. لازم تبقى واثق من نفسك، تلعب الكره السهله اهم حاجه، تلتزم بتعليمات المدير الفني، تلتزم بتعليماتك انت من نفسك. لان انا مثلا كحماده انا عارف دوري ايه، فما اعملش دور تاني غيره. في راجل بيدافع ده بيدافع، في راجل سريع استغل سرعته، في راجل زي ما قلنا بيشوط استغله، في راجل بيلعب بدماغه كويس استغله. يبقى كل واحد عارف دوره ايه. بس اهم حاجه طول ما لازم يكون في روح، لازم تحس ان انت يعني ده تيشيرت نادي الزمالك، انزل عشان اكسب، انزل عشان اموت نفسي. يمكن انا طول الحلقه النهارده كنت بتكلم على منتخب الجزائر. ليه؟ من الروح اللي عندهم، من الاصرار اللي عندهم والقتال على كره الكوره. انا عايز ده في نادي الزمالك يبقى موجود من اول دقيقه لاخر دقيقه، مع الفنيات بقى اللي عندنا، مع القدرات الهجوميه اللي عندنا، مع المواهب اللي عندنا. لازم نستفيد من كل لعيب في المباراه، لان اللعيبه دي اصول ثابته عندك. تشتري اللعيب ب 20 وب 30 مليون وبتاخد 10 مليون و 12 مليون في السنه، فازاي انا ما استفادش من اللعيبه دي؟ ازاي اللعيبه دي كمان لازم عايزه تفرح جمهورها؟ هتفرح جمهورك بالمكسب والاداء في الملعب ومش بالكلام الكتير. بالذات كمان ان نقدر نسميهم مرحله واحده الست نقاط دي. بتتكلم على خمسه، احنا واخدين خمس نقاط. لا الست نقاط الجايين. السته دول مهمين. بعديها توقف تاني. بعديها توقف طبعا. يعني مقاولين في غزل المحله ست نقاط في اربع ايام مهمين جدا. طبعا وانت نادي الزمالك بطل، انت اللي بتلعب على البطوله. فاللي بيلعب على البطوله العب وادي واعمل اللي عليك. احنا جمهور الزمالك جمهور ذواق في كره القدم. ممكن نعمل ماتش كويس او نتعادل، تلاقي الجمهور عادي مبسوط ومفيش مشكله وادينا وعملنا اللي علينا. ممكن تكسب والاداء مش كويس، تلاقي جمهور الزمالك مش فرحان، مع ان ده غلط. انا اتمنى المكسب. ست نقاط مهمين جدا. اتمنى المكسب. لان مفيش كاس للكره الجميله، او مفيش كاس لمدرسه الفن والهندسه. دايما الكاس للبطل، دايما البطوله للشامبيون اللي هو اللي بيكسب. بس هي هويه، تحس يا كابتن ان هي هويه. بس حلو ماشي. ما طب ليه انا اكسب واعمل اداء كويس بس بعد المكسب، بعد ما استريح، بعد ما اجيب جون واتنين، اعمل بقى الفنيات العاليه بتاعتي وامتع جمهوري زي ما جمهور الزمالك بيحب يستمتع. لكن ما امتعش جمهوري وانا خسران او انا متعادل. طبعا دي معادله صعبه، اتمنى تتغير. اللي انا دايما ابحث على البطولات، لان في الاخر ابو العيله بيقول لك مين البطل. مش بيقول لك انت لعبت ماتش كويس ولا اديت عملت كره بالكعب ولا مش عارف خدت كره من فوق واحد ولا لا. الحاجات دي زياده، تبقى متعه، اشياء جانبيه اضافيه جنب المكسب. طب على التشكيل اللي حضرتك قلته ده، تتوقع مين يكون ورقه رابحه بره اللي يكون كلمه السر مثلا؟ اصل خد بالك حضرتك قلت لي ان الجزائري ممكن يريحه عشان الاكسترا تايم. طب انا النهارده فكرت لقيت ان فتوح لعب اكسترا تايم النهارده، والوينش لعب اكسترا تايم بس وقت اضافي. بس فتوح بقى عنده خبره، خبره كويسه. فتوح مش كل كره بيهاجم، يعني في كره يباصي ويقف، في كره يزيد، فبقى عنده خبرات. فبرضك ما عندكش غيره. لكن الجزيره ممكن تريحه، لان في عمر السعيد، مع عمر السعيد هداف، واللي يقعد فيه بيبقى الورقه الرابحه، والاثنين اوراق رابحه. بص اللي يقعد مثلا لو قعد بره تغييره. بص يا ابو العيله، التيم كله هو ورقه رابحه، خلينا نتكلم بكل صحه. لكن في مواهب فذه، مهاره عاليه، هي دي اللي بتكسبك وقت ما بتتساوى القوة البدنية والفنية بقى والالتزام التكتيكي، وفكر المدير الفني عالي هنا وفكر المدير الفني عالي هنا. بتلاقي مثلا حد يطلع لك بقى زي البلايلي بتاع الجزائر، زي ياسين الابراهيمي بتاع الجزائر، زي عندنا شيكابالا، زي عندنا مصطفى فتحي، زي عندنا اوباما. دي من شرقي لو في حالتك. لكن انت الورقة الرابحة التيم، التيم الجماعي، الكرة الجماعية التكتيكية اللي فيها التزام. لكن الأوراق الرابحة بتظهر في الأوقات الصعبة.
زي نوعيه اللعيبه دي. يا رب كل التوفيق ان شاء الله. ننزل يا كابتن حمادة لطيف طبعا، شرفتنا ونورتنا يا ابو كابتن. حبيبي يا ابو العلي، بالتوفيق دايما. شكرا بالتوفيق. طيب كده فقرتنا الاولى انتهت، ان شاء الله الفقره الجايه مع النقاد الرياضيين الاستاذ عبد الحميد فراج والاستاذ احمد الاحمر بعد الفاصل.